أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا
ربنا يوفقك. معاك يا استاذ الله اكبر. قولوا اللي عايزين نسمعه هتقول. اللي عايزين نسمعه هتقول. والله لا تقول. والله هتقول. إن الذين سبقت لهم من الحسنى الله يفتح عليك. لا يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم عليك يا ابو علي. لا يسمعون حسيسا براحتك. انا معاك للصوت. جبر الخواطر على الله يا ابو علي. يا ليه باش محمود الخواطر على الله. وهم قيمة عليك يا ابو علي. ابو اكبر لا يحزنهم الفزع الاكبر. الله عليك.
لا يظلم الفزع ربه وتتلفه الملائكة ما يهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون خليك يا ابو علي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الله أكبر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأ عليك يا طاووس عبد الفتاح كمان بنحبك يا شيخ محمد بنحبك يا شيخ محمد لا يحزنهم الفزع عليك يا طاووس
وعدا علينا يوم تطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدا اول خلق طيب بسرعة عيش مال كروت عيش مال الله الله كروت. طب بمناسبة الزعل ده ما تقول لنا شوية صعبة يا سيدي. ما تقول لنا شوية كده وعدنا علينا عليك ابو علي شويه.
خليك فيها شوية. خليك فيه. اوعى تنزل من على السلمة دي دلوقتي. اوعى تنزل. الله وخلاص. إن في كبيرة قوي كمان يا سيدي دي مش مدرسة دي جامعة في حرف دي
ابو علي علي ان في هذا لبلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله كما قال ربنا لنبينا الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصلا لما سبق من آيات سورة الأنبياء تلا علينا ذاك القمر بين الراء فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي عضو اتحاد الاذاعه والتلفزيون والقارئ بمصر والعالم الاسلامي ونبت بيت القران بطاروت شرقيه شاكرين لفضيلته باسم ال ابو جريش الاعلام وباسم الوالد الكريم الحاج جمال ابو جريش ونجله القارئ الكريم الشيخ محمود جمال أبو جريشة شكرا لقرائنا الأجلاء وأشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم السيد أبو علامة بيت القرآن والكرامة ولهم بالقرآن عزة وفخارة كما أشكر الأستاذ محمد السيد عبد الرحمن ومستشفيات جامعة الزقازيق وشعبة كراش وأقول لقراء مركز ديار بالله أنتم في القلب وما تجمعتم إلا على الحب وواجبكم يا أهل القرآن لا يوازيه سهل ولا صعب أيها السادة أشكر أيضا لفضيلة الشيخ موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة أجداده السادة المسلمية الشيخ محمد المسلمي الوالد الكريم الحاج محمد أبو عيسى والدنا الحاج عاطف صقر والشيخ أحمد المهر لنا بوجودكم كل الفخر أيها السادة أشكر أيضا إلى صاحب الفراشة أولاد أبو خريدة وأشكر لمقدم واجب الضيافة أبو عزاز كما أشكر لمن اعتلى مقعد التلاوة الآن بطل ومن أهل القرآن وقارئ ومن الفرسان له مع التلفزيون والتمثيل أركان فكم رأيناه في مسلسلات شهر رمضان القارئ الشيخ حظه من الأسماء عبد العال يتملك كثيرا من أحسن الخصال وبيرضى في الليلة بأقل شيء من مال أشكر لفضيلته وأشكر للدكتور عبد الماجد دكتور عبد الباقي تركيا حاج سرور تركيا وعائلات تركيا أشكر لحضراتكم جميعا وأشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الأستاذ علي محمد عفني وإلى متخصص التلاوات بالإنترنت بموقع الطاروتي الأستاذ ناصر صلاح وأشكر لكل الحاضرين وبعد قليل
نستمع إلى القارئ الشيخ عبد العالي الجنيني، ثم بعده نستمع لفاصل من الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية للشيخ صلاح الدين محمود المسلمي.